اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية تحت إشراف الوزير الأول. حفل الاختتام شهد حضور وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي. الحفل عرف أيضا توزيع جوائز تكريمية على المشاركين الفائزين بالمسابقات بمسابقات أفضل جناح عرض، الجناح الأكثر تنشيطاً، الجناح الأكثر جاذبية، وجائزة أفضل مشاركة شبابية، تخلله أيضاً تقديم عروض ثقافية من التراث الجزائري الأصيل.